مقاطعه المعارف في الحقيقه باقي ما بداتش البرنامج الثقافي ديالها، ولهذا حاولنا اننا اليوم نضموا هذه الندوه معي المؤسساتيين وكذلك بعض الخبراء في هذا المجال اللي من خلاله غادي نطرحوا نقاش، باعتبار ان الثقافه اليوم خصنا المقاربه ديالها تكون مقاربه مختلفه، مقاربه تعتبرها كرافعه من الرافعات ديال الاقتصاديه ورافعات ديال التنميه. كيف يمكن نزوجوا بين هاد جوج ديال الميادين؟ هذا هو النقاش اليوم اللي غادي نحاولوا نطرحوه، واللي ان شاء الله عند نهايه هذه الندوه ستنطلق اعمال اللجنه الثقافيه بمقاطعه المعارف لمناقشه البرنامج والرؤيه الثقافيه ديال مقاطعه المعارف لباقي السنوات لباقي المده الانتدابيه. هذه مقاربه حاولنا اننا نزوجوا ما بين المقترب العلمي والموضوعي ولكن المقترب كذلك التشاركي، لهذا احنا انفتحنا على مجموعه ديال الفاعلين اللي نستثمر ارائهم نستثمر ملاحظاتهم واقتراحاتهم. كنظن ان الثقافه من اسسها الاساسيه هو الانفتاح ضروري، عدم الانغلاق على واحد المشروع معين. احنا ندافع عن انفتاح على جميع المشاريع الثقافيه، على جميع الرؤى وجميع لي فيزيون كولتورال اترافير لو ماروك. يمكن الثقافة تكون رافعة من روافع التنمية على المستوى الوطني أو المحلي. لا، هي التنمية هي ثقافة بعدا، لأنه ملي كنتكلموا على الثقافة راه حنا كنتكلموا على كل إنتاج إنساني، أي حاجة من غير الطبيعة. إذا المجتمع كله جامع وجامع ثقافة، قيام وأهداف وقواعد، هي الثقافة. فأي والثقافة حاضرة في كل شيء، هذا بالمعنى ديالها الشامل، هي الإطار الناظم والموجه ديال التنمية، هي اللي كتحدد الأهداف ديال التنمية والتوجهات ديالها بطبيعة الحال مع مساهمة كل القطاعات. الجانب الثاني هو عود من الالتزامات ديال الثقافه، هو تمكين الحق في الثقافه والحقوق الثقافيه ديال المواطنات والمواطنين عبر توفير المرافق والخدمات الثقافيه. الجانب الثالث هو اليوم الثقافه كذلك هي مجال ديال التنميه البشريه المستدامه من خلال الصناعات الثقافيه، الاقتصاد الثقافي، واحد المجالات كثيره اليوم اللي هي مجال ديال انتاج قيمه مضافه نمويه، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا يعني ثقافيا الى صحه هاد العباره. فالثقافه تقع في قلب التنميه، ومن الاسباب المفسره للصعوبات اللي كيعيشها المسار التنموي في المغرب وطنيا ومحليا هو ضعف التموقع والوظيفه ديال الثقافه في هذا المسار.